السلطه المحليه بخصوص مرض كورونا الدواوير ديال الصفاء، واليوم التطريحه اللي راه هو رئيس الجمهور لتوعيه الساكنه جميعا شيبا وشبابا وخصوصا الاطفال بالالتزام بالبيوت ديالهم. وهذه البادره استحسنتها الساكنه بزاف اللي استبشرت خير بهذه البادره، وكنشكروا من هذا المنبر السلطه المحليه على اسم السيد القائد والدرك الملكي للقوات المساعده اللي حتى الساكنه باش يلتزموا البيوت. ومن هذا المنبر كنناشد جميع الاباء وجميع الامهات باش يتعاونوا نديروا يد في يد ونلتزموا البيوت ديالنا للقضاء على هذا الوباء، ونحميوا بلادنا ونحميوا الوطن ديالنا تحت الرايه الرشيده لصاحب الجلاله محمد السادس نصره الله. وكنشكر جميع الاعلاميين اللي غطوا هذا الحدث، ومرة ثانية الله يرفع هذا البلاء على المناطق ديال المغرب بصفة عامة، وشكرا.